القاضي رحمه الله، وقد روي ما ورد من الاخبار في الستر على اهل الحدود في اخر كتاب الحدود من كتاب السنن، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ستر على مسلم ستر الله يوم القيامه. قال: واخبرنا ابو علي الزبري ساق السند الى عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من راى عوره فسترها كان كمن احيا موءوده. والله العظيم اقسم بالله هذا جاء في وقته بطريقه اعجب من العجب. اقسم بالله هذا الحديث جاء في وقته بأعجب من العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فمن اتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. وانظر هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لام هزيل عندما أتى ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هزيل، لو سترته بثوبك لكان أستر لك، لكان لك أعظم عند الله جل في علاه. لو سترته، هو يجامع، هو يزني، يفعل زنا، هكذا يزني، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزيل، لو سترته بثوبك لكان أستر أو كان أعظم أجرا عند ربك سبحانه وتعالى. انظر هنا كيف يقول له، يقول له وهو يزني، يقول له: لو سترته بثوبك لكان أعظم لك عند الله جل في علاه. الستر على المسلم من أفضل الطاعات مهما بلغ الجرم. يعني قد يرى الجرم في عينه أنه عظيم جدا وليس بجرم، قد لا يكون جرما، قد تكون مهمة يريد أن يفعلها يحتسب الأجر عند ربه، غلب عليه فهمه أن هذه مهمة ترضي الله جل في علاه أو مهمة للدين ليست فوق ذلك، لكن جهله أوصله إلى ذلك. قد تكون له معاذير كثيرة عند ربه جل في علاه، وفي النهاية لا معاذير، فعلها بجرم ويعلم أنه فعلها بجرم، ثم تندم ويتندم. الندم نفسه توبة. ما في أي ما في الذي أدين الله به أنه ما في عمل من ما في جرم يتعاظم على أن الله يغفره، ما في جرم يتعاظم على الله أن الله يغفره بحال. ولذلك جاء الحديث عظيما: من ستر ستر الله عليه، من ستر على مسلم ستر الله يوم القيامة. والستر هو أعظم العبادات، أن تستر على مؤمن وألا تكشف عورته، حتى لو كشف هو عورته لك كأنك لم ترى، تقول: هذا لا أراه، لا أسمعه. النبل له ناس، وحقا الستر عبادة من أجل العبادات، الستر عبادة من أجل العبادات. لذلك وجب على الإنسان أن يكون يعني صادقا في عبادته لربه جل في علاه، محبا صادقا، أن يحب الستر. والأصل في ذلك أن العبد لله يعيش في هذه الدنيا لله. إن شاء الله الفوائد المستنبطة تأتي بعد الظهر بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة في شعب الإيمان: قلنا بأن أعظم أعمال المؤمن هو الستر على المسلم، هذه أعظم أعمال المؤمن على الإطلاق، الستر على أهل الإيمان والستر على أهل الإسلام. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، وأن من أعظم صفات المنافقين تتبع عورات المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته قادحه ولو في قعر بيته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا من أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء لربه جل في علاه أن يستر على المؤمنين والمؤمنات، وهذا الستر من أعظم ما يكون قربة لله جل في علاه. ومن أحب الستر ستره الله جل في علاه. ومن تتبع عورات المسلمين وحب أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا أضره الله ضررا عظيما، أو ابتلاه الله جل في علاه بالضرر العظيم، لهم عذاب أليم. ولذلك الحديث عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة. وهذا حديث ضعيف لم يصح، لكنه بحق تراه من أعظم الأحاديث نفعا وفائدة. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة، وهذه كأنه أحيا النفس التي ماتت. وحقا الستر على المسلم من أعظم ما يعني يملأه حياء من ربه جل في علاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وحب الستر إيمان، والعمل به
إحسان، والمرء والمرء يعني يتردد بين إيمان وبين إحسان حتى يقره الله جل في علاه على أعلى الدرجات وأحفظ المنازل وأرفع المكانات عند رب الأرض والسماوات. الفوائد المستنبطة: من ستر المسلم ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. حق المسلم على المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يفضحه، هذا حق المسلم على المسلم. ستر المسلم أحياء له ولكرامته ولمكانته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.